لنجدد الصباح لكل حدا انضم لنا بهيدي الفترة الصباحية. وهلأ وصلنا لثاني محاورنا، نحكي عن موضوع كتير مهم ويهم كتير من الطلاب، سواء كان طلاب بالمراحل الأولى أو طلاب الجامعة، وهو معهد العالي للغات في جامعة تشرين. لما له من أهمية عالية للطلاب ولجامعة تشرين؟ تفاصيل أكثر عن أهمية هيدا المعهد وما هي المعطيات والمقررات واللغات التي تدرس، كل هذه التفاصيل سوف تجيبنا عنها الدكتورة ليليان مرعي، مديرة المعهد العالي اللغات في جامعة تشرين. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بس حبيب. بدي صحح، أنا ماني مديرة المعهد، أنا دكتورة. دكتورة ليليان، أهلا وسهلا فيك. هلا حبيبي. يعطيك العافية دكتورة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. يعني دكتورة، بداية خلينا نحكي عن مفهوم اللغة، كيف تغير، كيف اختلف معنا قبل الحرب الكونية كان شيء، وبعد الحرب صار في شيء تاني. نشوف كتير الأهالي هلأ مهتمين باللغة، بياخدوا أولادهم من أعمار صغيرة لكبار الشباب. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. أكيد هيدا سؤال حلو الواحد هيك يبلش فيه، لأنه فعلا أنا اللي بقول عنه أنه الصراحة اختلفت آلية التفاعل مع اللغة. هيدا اللي اختلف عنا بين ما قبل الحرب وبين ما بعد الحرب. مثل ما قلتي، صار الاهتمام باللغات كتير. السبب انه آلية التفاعل مع الاهداف اللي كانت محطوطة قبل تغيرت، نمط الحياة تغير، في عنا معطيات جديدة دخلت على المجال هيدا، منها مثل ما قلتي حضرتك موضوع اللغة، موضوع عفوا الحرب، في عنا ناس كتير اضطرت تهاجر، اضطرت تسافر، في معطيات بالمجتمع السوري كلها تغيرت. فبالتالي العالم عملت هالنقلة مع اللغة، لأنه كان هيدا الموضوع شوي ما رح ما يعني ما فيها الاهتمام الزايد بهذا الموضوع، بسبب انه قبل ما كان فيها الرغبة والحاجة. صحيح. والحركة الهجرة اللي صارت، هالحركة النزوح اللي صارت، حركة اللجوء، يعني صحيح. كله لعب دور بحياتنا. ما فينا نعزل حالنا تماما، ما فينا نعزل حال الوضع السياسي عن الوضع الاجتماعي، عن الوضع العائلي تماما كمان اختلف عنا الوضع العائلي. العائلة الواحدة صار في ناس برا، في ناس جوا، في كتير أمور معطيات دخلت على موضوع اللغة، أدت بالنتيجة لتغيير وجهة النظر تبعيت اللغة عنا بشكل يعني عام. هيدا الشيء أدى لتعمق نشر اللغة أكثر. تماما تماما، صار في توجه كبير على كل المستويات. يعني بلشت العالم تدرك انه انا مثلا في طفل بالبيت، انا ليش ما اقوي باللغة؟ ليش ما اعطيه لغة تانية؟ لانه ممكن بعدين بده يكفي تخصص، بده يطلع لبرا الى اخره. الفكر تغير، الفكر تغير تماما، وخصوصا عند الاهالي. تماما. هيدي قصدي انه آلية التفاعل مع اللغة من جهة الاهالي، حتى عذرا على مستوى الاطفال، على مستوى الشباب الموجودين. صحيح. الشاب وجهه يعني تغير وجهه نظره تماما بما يتعلق باللغه. كان بالاول انه بده يكفي جامعه هون، بده بيخلص تعليمه الى اخره، بعدين بيفكر يطلع. هلا في عنا كثير شباب، طبعا بسبب الوضع الصعب اللي عم نعيش فيه، في كثير شباب انه من بعد البكالوريا انا بدي اطلع بدي ادرس برا. صحيح. فبالتالي صار في حاجه للغه، انه انا لازم اتعمق فيها، لانه صارت موضوع دراسي وليست موضوع رفاهيه، وليست موضوع فقط حقل العالم او برستيج، موضوع تمام او برستيج تماما، او انه على الموضه مثلا في لغه لازم انا احكي كنا كم كلمه اجنبي بتبين انه الفرد مثلا دارس الى اخره. هلا صار في حاجه فاختلفت الحاجات. صحيح. وهون الفكره دكتوره، يعني حتى انت حددتي انه بعد البكالوريا بتتحدد الخطط والاهداف، ولكن عم نشوف فعلا بالوقت الحالي بغض النظر عن اي طفل او اي شاب في عندهم رغبه، ليش عم بيحددوا لمستقبل بعيد لالهم؟ هيدا الشيء عم نشوفه من خلال الاهالي، انه عم بيركزوا على هذا الموضوع، مو بس مثلا اللغه الانجليزي، الفرنسي، الروسي، الياباني، الالماني. بالنسبه لي انا هون بحدد عاملين. العامل الاول طبعا نتيجه وعي الاهالي، انه انا بالطفل هو وصغير، فبالتالي قادره اتحكم باليه التعلم تبعي الخاصه فيه، قادره اني مثلا مثل ما بنقول الطفل قادر يستوعب اللغه بسرعه اكبر، عرفتي كيف؟ فبالتالي الشغل العامل الاخر اللي لعب دور هو انه الطفل صار عنده اقرباء كثير برا.
صحيح صار عم يطلع على الانترنت. صح. والتكنولوجيا اللي عملت هاللقاء هيدا المباشر مع المغتربين اللي برا، يعني ما يعني بالاول كان عدد المغتربين لا يقاس بالعدد حاليا. صحيح. هذا اللي حكينا فيه. حركه النزوح والهجره ادت انه البيت الواحد انقسم قسمين، فبالتالي الطفل مثلا والده صار في الخارج بده يحكي معه، قرايبينه برا بده يحكي معه، في عنده صار اولاد عمي اولاد خالي كذا عايشين بالبلد، فهني تقنين اللغه صار في عنده رغبه للتواصل معهم فبيتعلم تلقائي منهم. صحيح. صار في شغلات انه اليه التعامل واللقاء هيدا اللي سهلته الانترنت، اللي سهلته التقنيات الحديثه بالتواصل، فهو على اتصال يومي صار. ما بقيتوا مثل قبل بنحكي على التليفون دقيقتين ثلاثه كيفكم بخاطركم، هلا كل العائله. وهيك دكتوره يعني نحن اذا نحن بدنا ناخذ مقرر وناخذ منه الشيء الايجابي، خصوصا بالكونفرسيشن، يعني بيقولوا لك لا التواصل عن طريق الكلام افضل، يعني بيختصر لك كثير شغلات. نص المسافه بتروح بالبخاتيك بممارسه اللغه. صحيح. يعني حتى الشخص إذا بيتعلم لغة بدون ممارسة في عنده نقص، في كتير مصطلحات بالحياة اليومية ما أنا موجودة بالكتب، يعني ما بغض النظر عن اللهجة واللكنة إلى آخره، في تعابير مستخدمة مثلا نحن عنا نوع من النهفات النكت باللهجة السورية ما أنا مثل اللهجة التونسية. صحيح. ما أنا السوري هو اللي بيعرف فيها، فبالتالي بدك تتعلمي لغة البلد هو إله، عم نحكي نحن عن ثقافة كاملة متكاملة. صحيح. صحيح. فعملية الممارسة كتير مهمة بهالحالات هيدي، بتقرب لك مسافات كتير. صحيح. طيب دكتورة مثل ما تفضلتي حضرتك وحكيت اللغة مفتاح التواصل بين الشعوب، النظرة اختلفت، إذا هذا صار فيه عبء كبير على معهد اللغات لنشر هاي اللغة وتعليمها بمجتمعنا. خلينا نحكي عن دوره بنشر وتعميق اللغة اللغات الأجنبية بالمجتمع. هلا نحن اول شيء طبعا في شقين دائما للموضوع، في الجانب التعليمي وفي عذرا بدنا ناخذ اجباري الجانب المادي اللي بيلعب كمان دور. اكبر تسهيل للمعهد انه الدورات بالمعهد باسعار رمزيه جدا 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 نسبه للاسعار مقارنه مع الخارج. قد ما يكون في تسويق برا بيضل المعهد محافظ على حاله، ما عم بيواكب التطور الاسعار، ودي شغله كثير منيحه لانه مؤسسه خدميه. يعني خدميه للطلاب، خدميه للمجتمع، فبالتالي مربوط مع الدور المجتمع عندنا وليس مع الحاله الانتفاعيه الحاله الماديه اللي عم تتطور عندنا. هي شغله. الشغله الثانيه الكادر التدريسي الموجود اللي مؤهل بشكل كامل، كلها دكاترة بمجال تعليم وتعلم اللغات، عم نحكي على الفرنسي، عم نحكي على الإنجليزي، عم نحكي حتى على المستوى الروسي، دايما في عنا دورات، في عنا وفود بتجي، حضرتكم أكيد واكبتوا كذا وفد إجا لعنا. يعني كمؤسسة حكومية بتلاحظوا أنه في اهتمام فيها من ناحية اللغات الموجودة، من ناحية الوفود اللي عم تجي لعنا عم خليها تقابل الطلاب، ان كان وفود روسيه سكننا قبل على الهواء، قبل ما نصير على الهواء وفود يابانيه كانت موجوده، في كان عندنا وفد اماراتي بالجامعه، في وفود اجنبيه، دائما نحن مركز فعلا لاستقطاب كل هالوفود اللي عم تجي. ليش؟ لانه كله بيهمها. يعني حتى مثلا على مستوى قبل الوفود الروسيه كانت تجيب كتب على المعهد، الوفود الفرنسيه اللي كانت تجي المؤتمرات اللي كنا نعملها اللي ان شاء الله بترجع قريبا مع الاتفاقيات اللي ان شاء الله بترجع قريبا كمان. كلنا بنتمنى انه شوي شوي عم نرجع شوي هيك نستعيد نشاطنا ونتعافى من الاثار هالسلبيات. بدها العمليه وقت، بس ان شاء الله شوي شوي عم نتطور وعم نحاول دائما نحافظ. الدورات موجودة حتى الإسبانية موجودة، الألمانية، أي لغة، كل اللغات الأجنبية تماما. لكن المعهد حتى بيقدم خدمة إذا تشكلت أي شعبة مستعد يأمن لها أستاذ أو دكتور مختص. وهون السؤال دكتورة، الفئات العمرية اللي بيستقبل المعهد، يعني أنا معلوماتي إنه هني بس للشباب، لكن الأطفال من أعمار صغيرة بيستقبلهم؟ الحقيقة نحن ما منفضل، لأنه هذا الدور لمؤسسات التربية.
يعني بالمدارس جميع غالبية المدارس تقام فيها دورات تأهيلية لطلاب المدارس للأولاد إلى آخره للأطفال. طفل إنك تجيبيه على الجامعة بتوقع بكير عليه عليه. إسا أنا بفضل ليش مؤسسات التربية على علم بالمناهج. يعني أنا مثلا عذرا يعني أنا دكتورة بالجامعة وبالفرنسي وبتدريس اللغة الفرنسية، أنا قادر أعطي محادثة للطالب، بس أنا تجيبي لي طفل صحيح بدك تعطيه من المفردات اللي بيعرفها بالمدرسة منهاجه. إذا يعني إذا الدكتور هو بيضل مستهاب إنه أنت دكتورة ما تفكريني أنا يعني أنا لست مؤهل إنه أكون لولا بكذا، بصير عندك حاجز خوف صحيح هيدا بيمنع تعلم اللغة. بينما وقت بيكون أستاذ في المدرسة فهو بيعرف شو المفردات المضبوطة، شو إمكانيات الطفل، إمكانيات الطفل طالب. هلا الطفل فيكي تتعاملي معه بكل المستوى، بالعكس صحيح. الطفل قادر ياخذ لغة سليمة تماما، بعدين بتخليه يتعلم اللغة كتابة. وهون السؤال إنه بيلقط، يعني الطفل بيلقط فورا تماما الطفل. أنا يمكن ذاكرت المعلومة قبل، بين 3 و6 سنوات قادر يتعلم 7 لغات، 5 إلى 7 لغات صحيح. نطقا وكتابة. بس بدك تعرفي توصلي له تتعامل. ومثل ما قلنا البختيك كتير مهم، العملية المحادثة كتير مهمة، المتابعة لازم يضل هيك فيه. حلو. وبعدين أنا كتير بركز على مبدأ أنه تعلم اللغات هي عملية إذا بناخدها كتسلية وتعلم صحيح. نحن قادرين نبدع فيها وناخد مستوى لغوي عالي بيأهلنا ل اي شيء بعدين. وهلا مثل ما قلنا من بدايه الحلقه، آلية التفاعل مع اللغه تغيرت، فبالتالي فعلا الاهالي صاروا انه الطفل من عمر صغير عم يوجهوا له انه بلش يبدا بتعلم اللغه من عمر صغير، بيوصل على البكالوريا تاقن اللغه وين ما بيقدم، لانه كل الافكار هلا هيك وين ما بيقدم، فبالتالي هو ناجح اكيد باللغة. حلو. هلأ كونه عم نحكي عن معهد العالي للغات هو اللي بقلب جامعة تشرين دكتورة ليليان، وأكيد عم بيستقطب من برا الجامعة طلاب شباب ومن جوا الجامعة. إذا بدنا نحكي عن تقييم، أنتم كدكاترة موجودين بهيدا المعهد، إقبال الأفكار كيف عم تنطرح، المقررات إلى أي حد؟ يعني نحن بنشوف كثير من الاختصاصات عم مبعدة تماما عن الواقع، مثلا في شغلات بناخدها يعني ما بتهمنا بالواقع نحن كأشخاص، ولكن الكونفرسيشن اللي عم تنعطى بالمعهد إلى أي حد عم بتشكل فعلا رافد لهيدا الطالب لمستقبل حلو لإله. هلأ بالتأكيد هلأ نحن المشكلة الأساسية عند طلابنا أنه بيكون بالمراحل الجامعية الأولى أول شيء بيقولوا ليش بدي أتعلم لغة، هاي ما بتفيدني باختصاصي. هيدي الجملة اللي دايما نتعرض لها بأي مرحلة من المراحل صحيح. للأسف أصبحنا مضطرين حاليا يعني نعطي التشجيع أنه أنت بركي بكرة سافرت بركي حصلت على فرصة عمل، بركي صار معك شيء أدى أنه أنت تضطر أنه بدك اللغة. حاليا المجالات مفتوحة أكثر من قبل، بالتالي نحن عنا بنبلش فيها هاي القصة، وفي ناس بتوصل لها متأخرة بعد ما بيخلصوا الجامعة بيجوا بقى لحتى لي تقوية اللغة. ليش؟ لأنه في عنده أسباب سفر مثل ما قلنا، تواصل كذا، الأسباب صارت عديدة. هلأ بالمعهد إسا في المشكلة بين الطلاب، يعني إسا عنا فكرة أنه أنا بدي أنجح بالفحص النجاح. اللي فعلا جاي ليتعلم مظبوط القدرة على التعلم عنده ياها منقول بالمستويات العليا، هو كل شخص للأسف عنا حاليا مخلص انتهى من الناحية الجامعية وبده يبدأ بمرحلة العمل أو عنده فرصة. وهلأ استقطاب الشباب للأسف زاد بنسبة عالية بالدول الخارجية لسبب عم ياخذوا شخص مؤهل جاهز، فبالتالي عدد الطلاب الخريجين اللي عم يحاولوا تقوية أنفسهم عم تكون دايما أكبر
من عدد الطلاب اللي ما عندها غلبة يمكن. تماما صح. تماما. الحديث يطول دكتورة ليليان مرعي، مدرسة في المعهد العالي للمعهد العالي للغات بجامعة تشرين، شكرا لهذه المعلومات القيمة، وبتمنى هذه الرغبة اللي شفناها فيك تكون موجودة عند كل الطلاب، لأنه النمطية اللي كنا عم نعيشها نحن بلد لغة الأم اللغة العربية، حلو يكون عندنا لغة ثانية نحن نأسس عليها صح من بداية حياتنا. تماما، شكرا كثير. أهلا وسهلا فيك، نورتينا دكتورة ليليان، بنشكرك وجودك معنا، أهلا وسهلا فيك، شرفتينا اليوم.